كيفك عن الجميع منذ بداية الجائحة في شهر مارس السنة الماضية والتي لا زالت مستمرة لحد الآن، أن أول قطاع للضر على الصعيد ما نقولش غير الإقليمي والوطني ولكن العالمي هو قطاع السياحة. بالفعل أستاذ، كان فاش كانت بداية الجائحة كانت لجنة اليقظة ديال الوباء كانت في حقها مشكورة تحت التعليمات ديال صاحب الجلالة اللي عطاهم أوامر باش يعطوا الدعم للقطاعات المتضررة، غير باش التنوير للرأي العام وكلشي الناس اللي يعرفوا بالله أن الدعم اللي جا للقطاع السياحي راه ماشي أداء أجور كما كيقولوا الصحافة، راه ماشي أداء أجور، راه عطاونا 2000 درهم. يعني اللي لك الأجير عندنا كيشد 10000 درهم و 12000 درهم راه ولا كيشد 2000 درهم. هذه الأولى. المسألة الثانية أن الأجراء اللي بداو كياخذوا هذا الدعم خصهم يكونوا مصرحين في صندوق الضمان الاجتماعي في شهر فبراير قبل الجائحة. للأسف أن نقول جل وكالة الأصفار أن المستخدمين ديالهم كاين اللي كيتبدل، كاين اللي كيغير الوكالة بوكالة، يعني فاش كيدخل عندك وكالة جديد صافي ما بقاش محسوب بالله راه تسرح قبل شهر جوج وما يستافدش حتى من الدعم. لهذا كنضطروا ان اجراء كنكملوا لهم الاجره ديالهم عندنا. وخصكم تتخيل بالله ان الاغلاق لمده سنه ونصف ولا زال مستمر كمل العدد الهائل ديال الاموال اللي كندخلوها كل شهر من ملكنا الخاص، كاين اللي باع البنزين، كاين اللي باع السياره، كاين اللي خدا قروض، وفي هذا نحلوا هذا القوس بعجاله ديال القروض ديال الابناك. للاسف ان القروض الابناك كانت في فتره الجائحه كانت عده قروض منهم اكسجين منهم انطلاقه، ولكن فاش شدت الجائحه علينا ما لقيناش باش نخلصوا وقطعوا عنا التمويلات، اضطرينا اننا نقلبوا على وسائل اخرى ديال القروض واخا ولو بفائده كبيره. وللاسف ان الابناك كتعتبر ان هذا القطاع ديالنا ديال السياحه ومن القطاعات التي كيسميوهم سيكتور ا ريسك، دونك ما بقاوش كيعطيونا القروض، ولهذا عدد كبير ديال القطاعات ديال الوكالات اللي سدوا في المغرب بصفه نهائيه. وخصنا ما نساوش بان هذا القطاع السياحه هذا من القطاعات الوحيد اللي نقول لي يقدر يدخل المغرب تقريبا في 2019 يعني بدايه الجائحه تقريبا اكثر من 70 مليار ديال الدرهم اللي دخل من العائدات من العمله الصعبه، وكيشغل اكثر من 500000 اجير في هذا القطاع، لان كنعرفوا بالله ان القطاع السياحه ماشي ما كينفرش في وكاله الاصفار، ولينا عنده قطاعات موازيه منهم النقل السياحي منهم الفنادق منهم المطاعم، في عده قطاعات موازيه. وحنا اللي سمعنا مازال لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه اللي اكيد ان الدعم غيكون عندنا لهاد الاربعه الاشهر الاخيره يعني من اكتوبر حتى لجانبير. وكنستغربوا من الاقصاء ديال الشهرين ديال يوليوز وشهر اوت ما داخلينش في هذا الشيء، لان ما عرفتش انا علاش هذه القضيه، واش حيت كيعتبرونا بالله حنا خدمنا في هذوك الشهرين، ولكن خصنا نعرفوا بالله ذوك الناس اللي كانوا تمعشوا شويه من صحاب الفنادق او النقل السياحي، كانت يلا السياحه الداخليه اللي خدامه شويه، وداك الشيء ما كانش الارباح ما كتغطيهمش حتى لواحد نسبه قليله من المصاريف ولا اللي كانت كيعيشوها بصفه يوميه منذ بدايه الجائحه. وحنا كان من هذا المنبر ديال القناه ديالكم مشكوره اللي فتحت لنا الباب باش نعبروا على المشاكل ديالنا، ان الدوله تشوف بعين الاعتبار ان القطاع انا غنقول بصريح العباره يحتضر، ما غنقولش في ازمه ولكن يحتضر. كنهضر باسمي وباسم الجميع وكاله الاصفار ان الاغلبيه ديالهم كيفكروا في الاغلاق، وكاين الوكالات اللي قديمه وعندهم اجراء ديالهم من كاين اللي 20 عام كاين 30 عام ما لقاوش كيديروا معاهم، لان الانسان الا بغى يطردوا من العمل توقفوا راه خصك تعطي التعويضات ديالو ديال الفاصل على العمل. لهذا لقاو ما بين مطرقه والسندان، واش يغلقوا ويعوضوا الاجراء ديالهم او اللي يستمروا في ظل هذه الجائحه، لان كيف كيشوف العالم كله ان الوباء مازال مستمر وان كل 3 شهور 4 شهور كنشوفوا موجه جديده
وان الدول في العالم كامل كتعيش في واحد الازمه خانقه، وهذا الشيء الارتداد ديالو انا كنشوف على الاقل واحد سنتين او 3 سنوات باش هذا الشيء لا تعافينا عاد باش نبقى نردو شويه شويه. انا للاسف كنستغرب ان الحكومه كدير هذه البلاغات اللي كنسميهم حنا الدقيقه 90. نهضر على نفسي، وهذه انا غنكون غير مثال بسيط بالنسبه لبكره الاصفار. انا عندي واحد المجموعه الناس في العمره كان غيرجعوا شحال هذه، دابا خدنا حاصلين تما ما كاينش الرحلات الاستثنائيه باش يجيو. عندنا الناس في اسطنبول، عندنا الناس في دبي، كانوا هادو الناس، وباش كنقول الناس ما كاينش، كتلقى 5 10 الناس زعما كنا قلنا يلا غنبداو نتحركوا. واني للاسف دابا حنا كنخلصوا المصاريف ديال الفنادق من جيبنا، لان ما يمكنش واحد مغربي تصيفطو في رحله سياحيه الاسبوع وتسمح فيه تما، واخا حنا كان الهامش الربح كان بسيط وبسيط جدا. واني للاسف ان هذه القرارات كانوا على الاقل يعطونا واحد 72 ساعه على الاقل باش ندبروا المرحله ونشوفوا كيفاش نجيبوا من المغرب. وانا من هذا المنبر ديالكم كنشوفوا بان خص هذه القرارات في المره الجايه يكون اشراك ديال النقل السياحي ووكاله الاسفار بصفه عامه، لان ما يشوفوش غير الاغلاق ديال الحدود باش ما يجيش وباء، راه ان التبعات ديال هذا الاغلاق راه كتكون اكثر من الوباء. حنا كنتمنوا شي مرات يكونوا على الاقل يعلمونا غير بشي يومين قبل باش نستعدوا لهذا الشيء، وخا يكون الاغلاق بعدا يكونوا عارفين شنو غيديروا. ما نخلوش الناس دابا مشردين، الناس بمعنى الكلمه، الناس دابا مغاربه مشردين في الخارج كما كيوقع العام السنه اللي فاتت.